تسبب انهيار كوبري المشاه في كفر الجمال بمدينة طوخ في محافظة القليوبية في حالة من الغضب، خاصة بعد حالة الاحتقان في أعقاب حادث محطة مصر المؤلم. وتصدر وسم كوبري طوخ وسائل التواصل الاجتماعي في مصر. نختتم حلقتنا بمجموعة من شهادات الأهالي عن الحادثة التي لم تسفر عن وقوع أي خسائر بشرية. نراكم غدا في رعاية الله. كان عندي محل الكاوتش دوت، وكنت لسه قافل حوالي الساعة 9:30 تقريبا، وقبل ما طلعت الشقة فيش 5 دقايق سمعت الهب ده. نزلت جاري لقيت الكوبري واقع فوق عربية تريلا كبيرة محملة ونش، وهو يعني أطراف العربية من ورا الكوبري رايح فوق. بس الحمد لله ما كانش فيه إصابات ولا حد فوق السلم، ما حدش اتعور يعني الحمد لله. طبعا ما وقعش قبل كده، بس في كذا عربية إنها تبقى تيجي محملة عالية وتحك في الكوبري، يعني بتخبط في الكوبري فبيضطر يرجع ورا سنه وينزل الحاجه دي تاني. هو طبعا الكوبري موفر امان، بس اللي يطلعوا ما حدش بيطلعوا كتير. هي الطلبه بتطلعوا الصبح بدري انها معديه راحه بالها بتاع بس، والطلبه اللي جايه من مصر برضو بتطلع، لكن ممكن يكون في ناس عواجيز مش قادره تطلع السلم. والله احنا قاعدين الشقه 9 كده لقينا الكوبري ده راح شايط على عربيه نقل محمله ونش. بس اللي احنا بنطلبه ان احنا عاوزين دلوقتي كوبري نفق تحت الارض، علشان احنا لنا اراضي هناك في البر الثاني، وبعدين النفق دي بيخدم 10-15 بلد من 200. الكوبري دي خدمنا خدمه جامده يعني، ولو كده ربنا يكرمكم ويعمل تعملوا لنا نفق احسن من الكوبري دي. لو كان وقع على حد مثلا ولا حاجه كان بقت مشكله. هو كان في كوبري وقع في كفر الوان، وكان في كوبري وقع قدام برضه بنفس الطريقه كده في 100 نما. نفس حوادث الطرق دي يعني تقريبا من ارتفاع الاسفلت، يعني المقاول مثلا بيشوتش الاسفلت بيزود اسفلت، لان الحادثه دي في الكام سنه اللي فاتوا دول، يعني في السنتين ثلاثه اللي فاتوا بسبب ارتفاع الاسفلت. كوبري اصلا واطي يعني مش عالي الكوبري، يعني هو معدي من 5 كباري ولا 4 كباري من مؤسسه لحد عندنا هنا كفر الجمال، وبعد كده طبعا الكوبري عندنا واطي شويه. طبعا الطريق ده كان كل سنه يموت فيه 100 واحد 200 واحد، لان يعني احنا لنا اراضي هنا حوالي 150 300 فدان. احنا هنا البلد كلها عامه